السلام عليكم، دليلة من مدينة وجدة. اليوم جيت كضيفة شرف عند نادي كون إيجابيا الفيسبوكي. قاموا بواحد البادرة فريدة من نوعها، وهما جينا كنفطروا مع الناس اللي كيعانيوا من مرض السرطان، الله يشفيهم. ونتمنى كاع الناس يقوموا بهذه البادرة، لأن هذه الفئة محتاجت لهم بزاف. أنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم دريس محمدي، عضو نادي كون إيجابيا، النادي الفيسبوكي اللي كيقوم بعدة حملات إذا بغينا نقولوا، ولا عدة مبادرات، من بينها المبادرة الأولى. هذه مبادرة، عندنا عدة أنشطة في رمضان. هذه مبادرة ثالثة إذا بغينا نقولوا، كان عندنا واحد الحفل، دابا عندنا هذا الإفطار في المزوارية اللي رحنا متحقين به، مزوارية مستشفى مرضى السرطان. نادي يكون إيجابيا هو واحد النادي اللي كيهتم، يعني إذا بغينا نقولوا كيجمع الناس، إذا بغينا نقولوا بهذا المفهوم. يعني وكنتمنى لكم رمضان مبارك كريم، وشكرا. السلام عليكم، معكم مدام شريفي، رئيسة جمعية نيو لايف للتنمية بالجهة الشرقية. والنادي يكون إيجابي، احنا مخدمين بشراكة، نوبا كنبغيو نتفكروا الناس ديالنا اللي منسيين، نوبا كنديروا شي حاجه جديده اللي ما كيديروهاش كاع الجمعيات. دونك حنا بدينا بالتكريم ديال بعض الاخوان في المسرح محمد السادس. اليوم عندنا الفطور في مركز ديال السرطان، ان شاء الله غدا عندنا شي حاجه في المكفوفين، الحد عندنا افطار جماعي في السعيديه، لو 2 جوان عندنا باذن الله شي حاجه في سي اش اي، وهي غادي هكا ان شاء الله حتى يكمل سيدنا رمضان. وحنا الاعمال تاعنا ما كتوقفش غير في رمضان، شي حاجه كنديروها من على دور العام باذن الله. نتمنوا التوفيق لكل واحد ساهم معنا، ولكل واحد واخا غير ابتسامه لهاد الناس اللي جينا لعندهم.